ثري برودكشن يقدم ساعة ما ماتش خايف التمتم رب ارجعوني انا اريد اخدم ساعة ما ماتش خايف التمتم رب ارجعوني انا اريد اخدم للخدمة انت مائي اخر نفس دعائي رب ارجعوني انا اريد اخدم الموت حق وكل نفس لازم تشوفه من يمر ذكرى القلب يشعر بخوفه يا إله حسين ما أقدر أعوفه أنا باخر نفس وأتلفظ حروفه الأنفاس يا رباه لا تحبس أنطين فرصة أحضر المجلس لنفاس يا رباه لا تحبس أنطين فرصة أحضر المجلس لم الحسن عزائي باخر نفس دعائي رب ارجعوني أنا أريد أخدم دبر احوال واموري مقصر ويا حسين ورد ارفع قصوري وتدري لاجل حسين احزان وسروري وبعد رايد فاطمه سجل حضوري اخر لي ملك الموت لا يحظى أرد أحضر بمجلس أبو الأكبر أخر لي ملك الموت لا يحظى أرد أحضر بمجلس أبو الأكبر لنصيبته بكائي أخر نفس دعائي رب ارجعوني أنا أريد أخدم ساعة ما ماتش خايف التمتم رب ارجعوني انا اريد اخدم ساعة ما ماتش خايف التمتم رب ارجعوني انا اريد اخدم للخدمة انتمائي اخر نفس دعائي رب ارجعوني انا اريد اخدم الدنيا واقعها تعب ما بي راحة وانا اريد ان التعب اكبر مساحة حسب قانون العشق احجي بصراحة عمر نوح وما يكفيني مناحة عاشور مثل العيد انتظره نتبادل الآهات والحسرة عاشور مثل العيد انتظر نتبادل الآهات والحسرة ثوب الحزن عدائي باخر نفس دعائي رب ارجعوني انا اريد اخدم الموت من يلزمني ويحط ايدي بيده راح اقل انتظر خل اقرا قصيده هالقصيده حسين من قطعه وريده زينب اخته بكربله ظلت وحيده يا موت حط ايدي على صدري ألطم على الصحة خذوا خدري يا موت حط ايدي على صدري ألطم على الصحة
أخذوا خدري أتغسل بدمائي آخر نفس دعائي رب ارجعوني أنا ريد أخدي قبر ودري قبر داري وانا اشوف اصحاب راحوا للمجالس كيف ما اريد ارديت سود الملابس راح امزقت جفن واصرخ انا عابس ماكو عذاب وانا متعذب والسبب ما موجود بالموقف ماكو عذاب وأنا متعذب والسبب ما موجود بالموقف ليش انقطع عطائي باخر نفس دعائي رب ارجعوني أنا اريد اخدم ساعة ما تشفاي في التمتم ارجعوني انا اريد اخدم ساعة ما تشفاي في التمتم رب ارجعوني انا اريد اخدم للخدمة انتمائي اخر نفس دعائي رب ارجعوني انا اريد اخدم رب ارجعوني انا اريد اخدم